بس شلون راسك؟ لا بس المشكله ان قاعد تدورنا مصالح. اعطني كاس ثاني. قاعد تدورنا مصالح. دخت ما ادري اني دخت لما خلصت. على اساس لما خلص بنروح نكمل. اليوم البوابه يوم راحت. ما يمديني اطيحك من ذا. ما تقول لي روح استريح؟ طيب إيه؟ ليش تجي تزعجني؟ ابغاك تستريح شوي. لا تقوم من هنا الين ما اديك. تناديك رانا قلبي اقول لك شيء والله لو المجال ذا مسموح تقول ماكل لحم لو الجيب المجال ذا مسموح ها حق البرجر برجر دجاج انا ما اكل الا دجاج لا يوم اجي اقول لك ما ابي دجاج لاني ما احفظ اناشيد ولا احفظ شيلات اناشيدي حتى ما احفظ اناشيدي انا صح هذا معك حق ما ناشدك لانها ها معك حق انك ما تحفظ اعمالك ليه؟ لانك حفظتها وقت الاستديو وسجلتها و... بس سجلتها ومشيت اي مو بزي شيء حافظه من 20 سنه ايوه زي كذا ايه اما هذه لا زي هذه دائم شغال انا اعمالي اسمعها مره واحده ما عاد اسمعها بعدها اعمالين هذه كذا شغال على طول شغال على طول هاتك يا سبيكرز على كيفك في ال 460 اقول لك شيء ما تضحك قسما بالله يا فيني شوق لها ما تتخيل ما تلام رب البيت تدري ليش؟ لاني فيها اكثر من البيت فعلا؟ والله العظيم لاني فيها اكثر من البيت خصوصا اخر اسبوع اخر شهر قصدي اخر شهر قبل البرنامج فيها 24 ساعه ما انزل اللهم الدوام بس اوقف الدوام اطلع فتره الدوام راح اخلص اشغال وارجع بعد العصر اركب ما ارجع الا الساعه 1 في الليل للبيت. انام الساعه 6 اقوم الدوام. ايش سويت انا يوم جيت بجاد وادخل؟ ايوه حط الصيانه. دخلت الوكاله وجحفلته ومشيت خليته. كيفهم؟ قلت خليهم يدقون علي ما يلقون الجوال مقفل وتلقى عندي في الصيانه. عشان ما اخليها برا. والله انك ذكي. اقسم بالله انا ذكي اجل ليش؟ قلت انا خاف الحين اخليها برا شمس مدري ويش يجيك احد مدري ويش اعطيت اخوي يمكن يلعن والدينا يجيب فيها العيد ما في الا حركه واحده دخلت الصيانه قال متى استلمها؟ قلت له قال اسبوع قلت خلاص دخلت قبل البرنامج بيومين جيت دخلت جوالي مقفل في الوكاله هي الحين طيب ايش النظام؟ ايش العقد؟ في الوكاله بس ايش العقد لو تاخرت عليهم حتى ولو ما يقدر يسوي فيها شيء لان استلمها انا بيدي صح لانه ما مستحيل عادي يخلي سيارته زي مستحيل نظام مغسل اولى اخذت ثلاث شهور تروح عليك كم موديلها هي؟ ها؟ كم موديلها؟ هي 2011 ما شاء الله تخلي عندهم الصيانه كراج امان اي والله ايه تخيل تلقى طالع مطلعينها في الحوش وحتى يبغى لها حركه السياره لو ما في الا الحركه تتحرك لا عادي سيارة تقعد في الوكالة سنتين ما عندها مشكلة بس فاصلين بطارية طيب هم بعد يفصلونها أكيد لا عادي ما يبي لها حركة شلونك عرفت ها؟ عرفت اي والله ما اجيبها هنا وقفها برا ولا وقفها هنا ولا وقفها عند البيت ولا وقفها وين يا اخي من فضيلها لاني كنت كلمت واحد من العيال ابي انزلها عنده في المعرض عنده معرض وسيارات ايه قلت بنزلها عنده بس اني خفت الدواجة اللي يجون عندها ايه فهمت ها هذا للبيع هذه وش هذه 20 واحد تلقى بيحرج عليها ها؟ ها؟ ينسون؟ ايوه هذا لا لا اسف تعرف ينسون؟ لا شاهي عادي ينسون عادي لا بس شلون اسوي؟ ابي اسوي ينسون الحين هم ما في ينسون علاقي؟ لا في ينسون لا لا علاقي ولا في ينسون عندكم؟ وش احسن ينسون بالليمون ادري بايش؟ شلون شباب اختم المساجد شكلك تروح تلفت ها؟ يعني اني خفت من لا طيب يعني عندنا رجال في الظاهر عندنا قل في ذمتي هذا قاعد يعاين يعاينني ناظرني يناظرني انا لا هذاك يناظرني والرجال ذا يناظرك شلون اسوي؟ لا اي اطبخه لا صدق شلون؟ انا كيف اجرب نقول اطبخه قال شلون؟ ها؟ كيف اجرهم على الخشوم اذا كان فيه ولا لا يا خاف بعلمك الحين حلو عطني المنديل ذا شفت والله انك سحبت الرجال على خشمه بذمتك؟ اي والله شوف عشان بس ما نكب ذا حلو
اسمع اسمع سلو سلو بالله تكفى ابي علمك تكفى شلون اسوي ينسون هذا مشبوك 220 انت تصدق نشوفك كذا بالله شوف ابيك والله العظيم اسمع ينسون يجي مع زنجبيل ولا ليمون لا عادي حطه في البرد لا هذا لا بس بروح اجي اخذ غترتي الحين ايوه ابشر والله يا الحبيبه اللي طواريه تجري بدمي وشياني هذه وش منصور حبيبه اللي طواريه حقت الكيمي حربي كيمي حربي عندك ايه شيله عبد الكريم والله انا اقول لك سمعتها بس ما ادري سمعتها تك 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 يم سليمان ها انا ايوه فيديو كليب شفته انت وانا مسوي عسكري متى شفته اولا قديم رحت تتمشى تتمشى فيني رجال صالح راح يتمشى فيني امس اي والله رايح اليوتيوب يشوف من يفحص السي في حقي طيب وش يلا وش شفت عني ايش اشياء شفتها بعد وش شفت اشياء ثانيه ايوه ايوه قديم قبل سنتين ونص ليش شفتها وش بعد شو يقول؟ إذا الرجال إيش؟ اسمع كيف قلها بنفس اللهجة بالله قلها بنفس اللهجة إذا الرجال إيش؟ خليه اسمع لا ما قلت كذا قبل شوي الرجال هذا ما هو بسيط والله ما هو بسيط يا صالح لا اشتي يعمل كلب اشتي يروح اشتي الله يجعلها بالعافيه يا ابو محمد كني لا كليته تعبت وش فيك شوك تعبت لعبت المرتين وتعبت على طول حمسنا بس طفوا طفش والله العظيم والله بس طفوا بعدنا بدنا نشتغل ايه هو راح يلعب بالتليفون كذا ايه ايه ايش تقول يا منصور؟ هذا ايش؟ لو فيه هيدفون كذا ترى له هو ما شفنا شيء والله اني شايفه والله وين؟ شوفها عندك تلقى مكتوب سماعة شوف صورة سماعة وت... ايوه بس نبغى لهم بدري تبغاني؟ الام بي 3 موجود بس يشتغل كذا ولا يشتغل ولا سبيكرز؟ شوفها مكتوبة اي بس ما نبغى سبيكرز اي ما يجي سبيكر هو تركب الـ 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 هذا موجود هنا تركب تحت ايوه تركب سماعة تحت اكيد شوف هذه حق الجيش شوفها موجودة هنا يا كحيلان والله موجودة يو اس بي موجود ام بي 3 و اويكس توصيل سماعة تبغى نجرب في منفذ هيدفون ايوه وفي منفذ يو اس بي يعني نركب اليو اس بي حقنا ذاك ويشتغل يا سلام يا سلام وين هنا ولا هناك هنا ما هنا انت رحت تشتغل انا شبعان لو شبعان ما يصح يصير مساج خله كذا ورا ايوه تقول لي عاود انكسر الرجال لا حول ولا قوه انا ادري دورك يوم الصبح خلنا اسبوع باقي يقول هذه بس كذا تسويق صلح بيت لا حول اشغلك البيت يا مامو البيت وش البيت البقية تشتغي إلى عروس ما إيش هذيك أربع ثواني مرق إيش هذيك قصيدة يا ليت معي عروس وأربع ثواني مرق
انا اثق في ذوقك يا مقصود. يلا والله بكل امان. والله ما اجاب في واحده عجبتني يعني تصلح له بدل كذا ما اقدر يا اخوي عادي يا اخي اصبر اصبر خلي لا لا ما اقدر مدري